نكمل مع بعض بقية التفاصيل بتاعتنا. تعال نشوف بقى هنعمل ايه. هنضغط كيو عشان نقفل البيرنت و تعال ناخد اول تفصيلة ولتكن مثلا حاجة في الجنب هنا او رايت كليك لوب باث كات، لان انا عايز هنا فيس ضيقة شوية، فانا هعمل كليك وهعمل هنا كليك، يبقى انا عملت بروتكشن، وفي النص هقوم قايل له 50%، وزي ما اتفقنا ان بي عشان اجيب السبديفيجن سيرفس السيجمنتس. تمام، نروح على الايدج مود، وعايز اخد الاثنين فيس دول. تمام، رايت كليك اكسترود انر، وهاخد بس اكسترود هي اللي جوه كده. نخلي بالنا من اللي انا عايز اعمله، اروح على سيلكشن تول، واروح على الموديلنج اكسس تول، وخلي بالك من الاورينتيشن. طول ما الاورينتيشن على اكسس، هو الاكس بيشاور، بصوا بيشاور ناحيه الورلد، يعني هو بيشوف الورلد. شايفين انتوا الثلاثه اكسس دول؟ هو بيشوف الورلد مشاور فين اكس، فبيشاور زيه. لو عملت كنترول زد وقلت له هات لي النورمال كده، يبقى انا شغال صح اهو، هيشاور في الاتجاه بتاع النورمال ده المفروض. لكن انا في اللي انا عايز اعمله دلوقتي، انا عايز اعمله على اتجاه الاكسس. ليه؟ هروح على السكيل وهمسك ده شيفت وها سكيل لزيرو. افتكر تفصيله معقده صح، بس بسيطه زي ما انتوا شفتوا. بصوا كده، تمام، نشربنها بقى. تمام، يعني نظبط الدنيا. تمام، انا هسيبها زي ما هي كده، بس هاخد رايت كليك وهاخد لوب كات، وهكت المفروض انا عايز اكت حواليها، عايز اعمل شاربن حواليها هي دي. تيجي ازاي؟ اقول لكم تيجي ازاي. هن كنترول زد ورايت كليك اكسترود انر تاني. تمام، وتاني. ممكن ما تعملهاش على صفر، ممكن تخليها كده لو انت حابب التفصيله تبقى مايله شويه. انا هسيبها برضو مايله شويه، ونعمل كده. تمام، بصوا نقفل ده تاني، رايت كليك، ممكن اقول له اكسترود انر واكسترودها اكسترود صغير اهو. طيب نكمل، رايت كليك لوب كت، ونروح هنا، وعايز اديها لوب هنا كده، وعايز اديها كمان واحد هنا كده، بحيث شايفين يبقى فيه شاربنس بالشكل ده. تمام، ادي واحدة. لو عملنا ان ايه، هنلاقيها بالمنظر ده. تمام، ممكن نقفل ده كده ونرجع تاني هنا ونشوف ممكن نعمل فيها ايه. ما افتكرش ان احنا نعمل فيها حاجة تاني عشان ما يبقاش عك بقى. تمام، فعايزين نعمل كمان واحدة بس تفصيلة بشكل تاني. هاخد مثلا التلاتة دول. تمام، ورايت كليك اكسترود انر. تمام، بالشكل ده كده. وبعدين
رايت كليك تاني اكسترود لجوه تمام. وبصوا بقى هنمسك دول ودول هنكسترودهم او مش هنكسترودهم لبره بقى، انا هاخد دول واسحبهم كده لبره تمام بالشكل ده، ودول هاخدهم لجوه بالمنظر ده كده. لو جيت اشوف واعمل كده هلاقي ديتيلاية زي دي. ممكن نعمل ايه كمان لو عايزين نشربن دي شوية؟ ممكن ناخد لوب سيلكشن وسيلكت اللوب اللي جوه ده، شيفت كمان وسيلكت اللوب ده، رايت كليك بيفل، شغل السبديفيجن سيرفس عشان بس نشوف الافكت عشان نلاقي ده بالمنظر ده تمام. يعني رزل بس لو اتفهم بجد يعني ممكن تعملوا شغل جامد 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 في بالموضوع ده. ده مش كده بس على فكره، قسما بالله انا ما انا عارف انا بعمل ايه. يعني هو فعلا فعلا زي ما انا قلتها على الفيس، قلت ان هو احنا هنشتغل فريلانسنج. فريلانسنج يعني انا فعلا مش عارف انا هطلع ايه في الاخر، بس انا بعمل شيء بشكله حلو يعني، بس هيطلع ايه انا مش عارف، لان انا طبيعي انا ما قداميش ما فيش قدامي ريفرنس انا بشتغل منه. فطبعا انت بتالف يعني، انت حتى وانت شغال لما تيجي تعمل ورايا ممكن تالف اعمل اللي انت عايزه، بس طبعا بعد ما تطبق المحاضره وتفهمها، غير كده نبقى بنهزر تمام. ممكن نعمل ايه كمان؟ عايزين نعمل هنا فتحه لمسمار. طبعا اظن اتهرينا المره اللي فاتت، احنا يعني عملنا كده ما ينفعش على طول انك تقوم شغال، لا ناخد اكسترود انر عشان نعمل اوبس ها دي جت ليه بقى؟ شايفين ماكسيموم انجل بكام؟ لازم تزيد غريبة. اهي دي بقى فعلا غريبة. طب ماشي، ولو ان انا مش عارف، بس يعني انا متأكد ان مفيش نقط و الموديلنج اكسس في اتجاه الاكسس مظبوط، واحنا عندنا هنا كل حاجة تمام. ليه مش راضي يعمل ليه؟ طب انا هقول له هنا نورمال، ولا اني اشك ان دي المشكلة. اكسترود انر انا فعلا مش عارف دي ليه، بس انا بفكر اعمل لهم ديليت، لان انا تقريبا في حاجه جوه غلط او في فيسز اوبس. طب دول جم منين بقى؟ دول جم منين؟ مش
مش عارف دول جم منين بصراحة. نروح كده وقماش دول، ولو خدنا عملت الدول ديليت ماشي، دول ديليت فعلا فعلا. انا معرفش فعلا هما جم منين. كليك عشان اضيع السليكشن، نودي ده. هما دول اللي كانوا فعلا عاملين المشكلة، فكويس ان الحكاية دي حصلت. طب انا عايز اصلح اللي انا عملته. رايت كليك بريدج، خد الايدجز. طبعا هتاخد الايدج دي ليه؟ كنترول زد تاني، نيجي هنا. مش عارف ايه اللي عامل سيلكشن عليهم كلهم، بس ما علينا. رايت كليك بريدج، ناخد دي. مش هتيجي. طيب نعمل ايه؟ هو ستيتش اند سو، مش عارف تجيبها ولا ما تجيبهاش. ده هتلحن. طب ناخد الايدجز، فبما ان مفيش اداة نافعة نعمل رايت كليك وناخد كلوز بوليجون هول ونعملها كده. دول هسلكت الاتنين رجعنا زي ما كنا تاني. بصوا بقى الاتنين دول مش هتحصل. ليه؟ بتعمل كونكشن بين الاتنين اتش او الاتنين بوينت لو مفيش بينهم حاجة، فدي مع دي في بينهم الايدج دي، ففي الحاله دي مش هتنفع. فهعمل رايت كليك لاين كات. انت عايز تاخد سنجل كات صح من هنا لهنا وشكرا، فانت تعالى هنا اقول له سنجل لاين تمام، وكليك من هنا وروح هنا خلاص، شيل سنجل لاين تمام كده. لو جينا عملنا كده تمام وعملنا ان ايه ان ايه، هنلاقي دنيتنا مظبوطة، مفيش ولا ديفو ولا كأننا عملنا حاجة. نيجي بقى هنا ونشتغل زي ما كنا عايزين نشتغل. نروح للفيسز تمام، و هسلكت الاتنين دول، رايت كليك اكسترود انر. اشتغل تمام. هناخد ايدج لوب عشان نعمل ده البروتكشن، ده البروتكشن ايدج، ونعمل كده عشان نعمل الهول بتاعنا. طبعا احنا متعلمين الطريقه اللي فاتت، اللي هو احنا بناخد البوينت دي ونرايت كليك ونقوم قايلين له بيفل، ونبيفل البوينت دي بالشكل ده كده مع سب ديفيجن واحد. وعلى فكره في ناس الدبث عندهم بيقول لي ما كانش متفعل، ما بيتفعلش الدبث طول ما السب ديفيجن بزيرو، لازم السب ديفيجن تبقى بواحد، وفي الحاله دي تقدر تعمل حركه زي دي. طب تمام، هي دي الطريقة، دي الطريقة بتاعتنا اللي احنا بنشتغل بيها. في ممكن طريقة تانية باستخدام سكريبت، والسكريبتات هي عبارة عن فايلات بيبقى في مبرمجين تانيين عاملينها، بتقدر تستخدمها في سينما بتعمل وظائف معينة. طيب السكريبت اللي هنتكلم عليه النهاردة واللي هرفعه لكم مع ملفات العمل اسمه بوينت تو سيركل، جميل جدا ووفر علينا شغل جامد قوي. كل الحكاية انك انت بتقوم مسلكت عدد زوجي من البوينتس، يعني كده ادي 3 4 5 6 7 8، دول 8 ايه؟ ده دي 1 2 3 4 5 6 7 8،
ولازم يكون في نقطة في النص، تمام كده. وتقوم جاي عامل ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. عشان كده انا عملت اكسترود انر في الاول عشان اخد الايدج دي، واكسترود انر تاني عشان اخد الحته اللي هحفر فيها. لو عملتها على طول طبعا هيقوم عامل لك الهول من اول هنا، لكن انا عايز اسيب هنا مساحه بحيث الشيب بتاعي اللي بره ده ما يتاثرش. وهنروح لسكريبتس يوزر سكريبتس، هنلاقي بوينت تو سيركل. عشان تلاقي السكريبت ده هنا فتعمل ايه؟ ما علينا من اللي انا هعمله ده، هتروح ل ده مجرد اختصار بدل كسل ان انا افتح من الكمبيوتر يعني. لبروجرام فايلز، ماكسون، ماكسون سينما 4D، لايبراري، سكريبتس. هتاخد ملف السكريبت او اسمه بوينت تو سيركل، هتاخده كوبي تحطه في المسار ده في السكريبتس في المسار ده بس. طبعا تقفل سينما وتفتحه تاني هتلاقيه راح نازل لك هنا سكريبتس يوزر سكريبتس اهو. انت عامل سيلكت، كليك على ده، طبعا عمل اللي هو عمله ده. اوعى تضيع السيلكشن ده، روح على السكيل، سكيل هوب. خلصت. يمكن فيها شويه ديفورميشنز بس مش مشكله، تمام مش مهم. بس سكيل بقى كده، سكيل كده زي ما انت عايز، تمام. بعد كده نروح ل الفيسز دي. الفيس دي لو انا فكرت، اوبس اوبس، كنترول زد، امسك ده، شيفت، لا مش عايزين نسكيلها، عايزين نسيبها زي ما هي. رايت كليك، اكسترود انر، خلاص العب بقى هنا. هات دول شويه كده مثلا، رايت كليك، اكسترود، زق دي لجوه، هات السكيل، سكيل دي سنه، رايت كليك، اكسترود انر تاني. ده لو انت عايز تدي ايدج جامده كده. بعد كده ممكن كنترول ونسحب ده كده لجوه، نعمل هول او فتحه زي دي. ممكن ناخده كده تاني، رايت كليك، اكسترود انر، تمام. وبعد كده كنترول واسحب ديليت. خلي بالك كان ممكن يخرم البتاع من الناحيه التانيه. بما اننا عملنا ديليت اذا ارتكبنا خطا عظيم. ليه؟ لان المفروض نروح نضيع السلكشن بتاع اي بوينت ونوبتمايز بعد كده. اوبس، ادي الهول بتاعنا بالشكل ده. طبعا ممكن نعمل واحد تاني تحت، لكن انا هسيب لكم بقى الليله دي. نعمل ايه تاني؟ ممكن نيجي هنا كده ومثلا ممكن نعمل رايت كليك وهقول له لوب. الدنيا بتبص مني بس، نيجي هنا كده ناخد لوب هنا وناخد لوب كمان هنا. ليه بقى؟ اللوب ده هيعمل تنجن. هعمل كنترول زد وندور على طريقة تانية. ايه بقى الطريقة التانية دي؟ اللاين، اللاين كات. في اللاين كات عايزين بس نتأكد انها سنجل 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 كات، تمام. ونرسم البانل بتاعتنا او الحفرة اللي احنا عايزين. هناخد كده، واقول لكم حاجة حلوة، وهنعمل اسكيب. بس قبل ما نعمل اسكيب نتأكد ان مفيش نقطة ضغط، ونضغط ضغطة طويلة وننشط السناب. ونعمل حاجة حلوة قوي، هنقول له ايدج سناب، ونطول تاني واقول له ميد بوينت سناب. ميد بوينت سناب هيخلي الماوس ينط للنقطة اللي في النص، تمام.
افتكر انا هقطع من هنا ليه؟ لان انا لما هاجي اعمل الرسمه اللي انا عايز اعملها الايدج لما اجي اشغل السبديفيجن سيرفيس هيخلي دي عامله شبه حرف اليو كده. فلو انا جيت فطبعا عشان اعمل يعني عشان اعالجها لازم اخد كات. لو عملت من اول هنا وجيت اخد كات هيقابل ده فهتبقى مشكله. تمام، فانا هاجي هنا كده وكليك و كليك لغاية كده اوبس كنترول زد. طب بلاش السناب لان واضح ان هو هيعمل لي مش، خلينا نعتمد على كده. اسف، شيل دي كده، ممكن نعتمد على السناب. كليك وكليك، والمرة دي هيبقى هنا في النص. كليك وكليك وهمشي كده وعلى طول لحد هنا، وهاجي هنا اطلع كده لحد ما اوصل هنا. اسكيب اسكيب. هنظبط الدنيا شوية، هنروح للسلايد تول و هعمل سلايد كنترول زد، بس ننزل تحت شوية كده، شيل بقى السناب عشان ما يقرفناش واحنا شغالين. مثلا كده كده شوية دي كده سن اوبس هي المشكلة هنا. طيب تعالوا نعالج المشكلة دي الأول. هروح للنايف تول، المرة دي سنجل باك اب وكالعادة، ادي واحدة وادي تانية. تمام، وافتكر دي هتروح، مش هتعمل لنا موضوع يعني. ودي تالتة ودي رابعة، فاضل البوينت دي. مش عارف دي هتعمل لنا مشكلة ولا لا، بس هنشوف. هروح للسلايد تول وهاخد كده مثلا، هروح بعد كده للايدجز. انا اسف، كنترول زد الاول معلش قبل ما ابدا اوصل. هاخد الايدجز اللي انا لسه عاملها حالا، طبعا انا ماسك شيفت قبل ما اوصل، وهقول لكم ليه، لان انا هشتغل ببيفل، فلو وصلت هوصل غلط. هاخد البيفل وهبيفل الايدجز دي كده. تمام، عرفته بقى ليه؟ لان انا لما اوصل هوصل لفوق مش هوصل لتحت، او هوصل لفوق واللي تحت. فهعمل لاين كات، ودي هتبقى عادي، ودي عادي. ودي معادي، ودي معادي، ولو انها بعيدة شوية بس مش مشكلة. لو جينا نعمل كده هلاقي التنجن هو هلاقي فيه شوية تنجن زي هنا. واخد دي كده كل ده شيفت، رايت كليك، اكسترود من غير كابس، وهزقها لجوه كده.
هي دي المشكلة بقى اللي هتحصل، هي دي. بصوا، طب حلها هي الدنيا هنا تمام مفيش حاجة، لكن دي حلها ايه؟ دي بقى حلها ان احنا نقفل ده كده و نكنترول شيفت، نعمل رايت كليك واروح للوب كات، وهاخد بايظة هنا. معنى كده ان احنا شغالين اشتغلنا غلط، طالما اللوب بالمنظر ده يبقى احنا اشتغلنا غلط. معلش هرجع في كل ده كده، احنا مش شغالين صح. على فكرة انا برجع كنترول زد كده، رجعت مكان ما كنت تاني. تعالوا كده، لو احنا فصلنا يو بي، عملنا سبلت يو بي واحنا لسه عاملين سيلكت على الاوبجكت ده، هنعمل ديليت. خلي بالك من حاجه، لو عملت الت دبل كليك كده ده كده بقى مفتوح مبدئيا يعني. فهنروح على البوينتس، كنترول ايه، رايت كليك، اوبتمايز، وناخد ده كده. لو عملنا كده طبعا الشكل هيبقى مش ظريف خالص. ناخد الاولاني، نخفي التاني اللي احنا طلعناه ده، وناخد الايدج مود وسيلكت، واقول له سيلكت باوندري لوبس عشان ياخد لي زي ما قلنا البوردر او الحد ده كده. مظبوط تمام. وكل اللي هنعمله بس كنترول، و هنعمل يعني سحبه بسيطه، وبعدين نعدل ده لنورمال، كنترول زد، كنترول زد، زد تاني تاني اهو، سكيل. ممكن نعمل حاجه حلوه، ناخد كنترول زد. خلي بالنا ان انا ما كنتش فاتح ده، كنترول كده، كنترول لجوه بس سنه بسيطه بس الفتحه دي. دي بقى هتعمل ايه؟ دي لما نفتح بقى ده كده السلندر ده ونسلكت نفس البوردر وكنترول ونسحب لجوه، او قبل كنترول ونسحب لجوه، نروح لل كنترول ايه ونعمل اكسترود كنترول واسحب لبره. تمام، بس نقفل بس ده. ايه دي السحب اللي انا عايزها كده، زي ما انت شايف كله كأنه حتة واحدة، هو مش حتة واحدة ولا حاجة. هو محفور. نرجع لده تاني، للإيدج مود تاني، وسيلكت اللي فوق، مور اكسس. هنا بقى الدنيا